خذ إجازة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من مواقع التواصل الاجتماعي. الإجازة راح تحددها على كيفك. فأنا أقول دائما ما أقول إجازة على كيفك ولا على كيفك إجازة، أقول أنت تحدد الإجازة براحتك بالوقت اللي أنت ترتاح فيه، أن تتخلص من الضغط اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. حدد التاريخ اللي تبغيه، وأنا أقول لك بعض الأفكار حتى فعلا تريح نفسك مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أعتبر اللحظة اللي فعلا تركت فيها كل مواقع التواصل الاجتماعي في أي إجازة سفر أو سواء موجود، هي أمتع لحظة أنا أستمتع فيها. ليش؟ لأن بالنهاية معظم الناس اللي يرتاحون من تواصل الناس معهم على مواقع التواصل الاجتماعي يقدرون يركزون في أعمالهم ومشاريعهم وشغلاتهم الخاصة. حتى تسوي هالشغلة أنا أقول لك اختار تاريخ، اختار المكان اللي راح تقضي فيه الإجازة، وبلغ الناس أو انقطع عنهم بدون أي سبب، إلا إذا كنت شخص فعلا مؤثر تحتاج أن أنت تنزل محتوى ليوم أو يومين أو ثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات لجدول التغريدات. وأتمنى أن فعلا ترجعون للحلقة اللي صورناها وراء هذا الشيء، تلاقونها موجودة في قناتنا على اليوتيوب. هذه الأدوات راح تسهل لكم عملية تواصل الناس معكم. حتى تأخذ إجازة على مواقع التواصل الاجتماعي عليك أن فعلا يكون عندك تليفون ما في 3G، أو ممكن أن تكون عندك أرقام مختلفة عن الأرقام اللي الناس تتواصل عليها. تسوي دي اكتبيت للإنترنت أو لتنبيهات التواصل الاجتماعي، وتكتب الأشياء الموجودة معك. أنا أقول لك فكرة من الأفكار اللي موجودة عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إحنا فعلا محتاجين نريح بالنا ودماغنا. وايد من علماء النفس يقولون أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت تمثل جزء أساسي من تواصل الناس معانا، وتساهم في تشتيت أفكاره. ريح روحك شوي، ريح أعصابك، وريح المتابعين من المتابعات اللي تكتبها أو المحتوى الموجود معاك، أن فعلا محتاجين ناخذ إجازة على كيفك أو على راحتك، أو مثل ما يقولون على كيفك إجازة.